تمام. بالنسبة لمحاضرة اليوم إن شاء الله نتكلم عليه ونقول حتى نتكلموا عليه زي نقول كيفية تصميم النيورال نتوركس. باهين نبدو بالاوتبوت والبلوس فانكشن، بعدين نتكلموا على الاكتيفيشن فانكشنز، بعدين بعض الحاجات اللي لها علاقه بالبري بروسيسنج والانيشاليزيشن. طبعا احنا هم كل سلايد باسبوع، فاحنا هذه مش محاضره. بالنسبه للاوتبوت والبلوس فانكشنز بدينا فيها احنا من سابقا، لكن غير طب نزيد نكمل كويس. اوكي لا شنو هي الاوتبوت لاير؟ الاوتبوت لاير اللي هي اخر لاير فصل النيور نتورك نتاعنا. وهي وشنو هي اللوس فانكشن؟ بالضبط اللي هي الداله اللي تقارن بين الاوتبوت لاير نتاعنا والبيانات الموجودة عندنا في قاعدة البيانات. باهي دو احنا بنشوفوا كيف نختاروا اللوس فانكشن وكيف نختاروا الاوتبوت لاير. باهي طبعا هذه حاجة مهمة يعني في النيورال نتوركس. باهي اللي يتفكر في الـ لوجيستيك ريجريشن وفي الريجريشن لوس، كيف وزينا اللوس فانكشن بتاعنا؟ كيف بدينا؟ هذه النتيجة كيف بدنا؟ هذا السلايد الجاي تفكر إن شاء الله. اللي بعد. ما كويس. هنا السلايد بيقول لك إن اللوس فانكشن ما هي؟ يعني الهدف متاعها إنه ينقص المسافة بين البريدكشن والتارجت. فلو كان البريدكشن متاعك بعيد مفروض اللوس فانكشن تطلع لك قيمة كبيرة، ولو كان البريدكشن بتاع قريب مفروض تطلع لك قيمة صغيرة. هذه بنقزوها شوية لين نوصلوا لل KL divergence، هذه لين ناخدوا ال GANs. ما هي كويس. كيف قلنا نبدو باش نوصلوا لللوس فانكشنز المطلوبة بتاعنا؟ ما هي نحاولوا نديروا ماكسيموم لايكليهود. يعني نفرضوا ان الموديل بتاعنا عبارة عن دالة احصائية تعتمد على المدخلات بتاعك وعلى الويتس بتاعك، ومفروض النتيجة بتاعك تكبر الاحتمال هو. والمهمة بتاعتنا ان احنا نطلعوا الويتس اللي يخلوا الاحتمال هو اكبر ما يمكن. وقلنا بدل ما نستعملوا زي ما نقول likelihood اللي هو عبارة عن ضرب الاحتمالات، نديروا log likelihood لأنه أسهل في التعامل مع النص functions متاعنا. ما هي فهذه البداية متاعتنا كويس. هنا بداية الرسمة ما هي باش يحاول يشرح اللي فات. ما لو كان لو احنا اعتبرنا ان الموديل بتاعنا Gaussian distribution، ما هي الموديل بتاعنا تطلع في قراءات بالطريقة هذه، فهنا عندك تارجت هذه موجودة في قاعدة البيانات بتاعك، فأنت تحاول شنو يتغير المين بحيث يزيد probability بتاعك. وشنو اكتشفنا؟ إن السامبلينج نويز ما ليش علاقة، ما هي لأن كل ما تكبر البيانات بتاعك أنت بتمشي لي للمين. ما هي كويس ريجريشن ريجريشن كلاسيفيكيشن. اليوم نتكلموا على مولتي كلاس كلاسيفيكيشن في الاخير، جو كيف نطلع اللوس فانكشن نتاعنا. خلينا نبدا بالريجريشن بروبلمز. بالنسبه للريجريشن بروبلمز اول حاجه نفرضوا ان الموديل نتاعنا يطلع في جاوسيان ديستريبيوشن. بالنسبه لجاوسيان ديستريبيوشن نعرفوا المعادله نتاعها اللي هي هيك. عندك ستاندرد ديفيشن يحدد لك العرض، والمين يحدد لك
الموقع متاع الارتفاع. بالنسبة للجاوسن ديستريبيوشنز الاحتمالات اللي بعيدة من المتوسط تكون قريبة يعني قريبة للصفر بالضبط. فلو استعملنا المعادلة بتاعنا بتاع الارج ماكس لوج probability بتاع الموديل given الانبوت والويتس تخششها هنا بقى هنا في بيناتهم هذه كيف تفرض ان الموديل بتاع جاوسن ديستريبيوشن طول الدير فرق تربيع في ديستريبيوشن ثانيه تولي حد التو احنا قاعدين مراجعه ديستريبيوشن ثانيه اللي هي لابلاس بالضبط لابلاس ديستريبيوشن كويس شو نفستها فستها البي والميو لا البي شن تحكم والميو شن تحكم كويس الفرق بين لابلاس ديستريبيوشن والجاوسن ديستريبيوشن في الحواشي هذا ابعد يمشي هذا يمشي ابعد باهي كويس فانت كيف تستعمل لابلاس ديستريبيوشن باهي اللوس على الحاجات البعيده هلبه تكون اقل من جاوسن ديستريبيوشن باهي مرات هذه تدير مشكله مرات هذه تدير مشكله باهي عندك اللابلاس ديستريبيوشن لو تستعملها تكون زي نقول تتحمل اخطاء اكثر لكن النتيجه الاخيره ما تكونش قريبه هلبة عرفت لان انت ما تعطيش لوس على الحاجات البعيده وهذيك هذيك بالعكس هذيك مرات يبدا اللوس عالي هلبة تمشي لوح لك البارامترز نتاع النتورك فمرات هذه احسن مرات هذه احسن ما هي في البدايه واحد يجرب لابلاس كان مشيت الامور يمشي يقلب على الثاني باه كويس نفس القصة شو ندير معنا عوضنا بالبي موديل عندك هذه ولا 2B ماينس 1 على B البي هل تعتمد ثابت هذا شو هي الفرق ما هي كويس هذه يسموا فيه الابسوليوت لوس ولا ال L1 لوس تمام تونجو حاجة جديدة شوية تو نسأل سؤال ما هي تو النويز متاع السامبلينج هل نقدروا نتعلموه شو رايك؟ مشونا
كيف يصير سامبلينج يبدأ في فرق ولا هل نقدر نتعلمه النوز هذاك؟ كيف نقدر احنا هو صح نقدر نتعلمه؟ السؤال كيف نوازن لوس فانكشن باش نتعلم النويز هذاك؟ دو احنا الداله نتاعتنا ما هي؟ قول على سبيل المثال نقعد ندي لابلاس ديستريبيوشن ما هي؟ كويس. شنو هو النويز في وسط الديستريبيوشن تاعنا؟ المتغير اللي هو البي اللي هو ستاندرد ديفيشن تاعنا. فاحنا بدل ما خلفنا نيورال نتورك طلع لنا قيمة بس خلوها طلعنا حتى البي فهمت. فنيورال نتورك نتاعنا تبدا مثلا في الاول هنا عندك اكس واحد اكس اثنين بعدين تخش لاير الاولى لاير الثانيه بعدين في الاخير لو انت عندك اوتبوت واحد ندير واحده بس. لكن توا شني بدل ما ندير الواي فقط طلع بي طلع بي وهنا بسميها جي هو ما هنا كويس. لو احنا شنو نبغوا؟ نبغوا نديروا ارج ماكس للموديل كويس ونحطه لو بدل ما يبدا عندنا بي بدا عندنا شنو؟ جي كويس. الجي هنا شو ما تقول؟ بتقسمها عشان تبدا لوج اثنين جي دبليو اكس اي هذه بديرها ماكسمايزيشن الناقص نتاعها معنا هذه بتنقصها قدر المستطاع هو الاوتبوت تمام تنقصها قدر المستطاع وفي الجهه الثانيه عندك اف دبليو اكس اي ناقص التارجت بتقسم عليه نفس الجي اللي طلعت هي ما هي. فالجهه هي من النص بتحاول تزيد الجي بتحاول اول حاجه تخلي المين قريب للتارجت لكن بحكم انه مرات في نويز مره سامبل قيمه فوق مره سامبل قيمه نقطه مره سامبل قيمه فوق مره سامبل بدل ما القيمه فوق النقطه تمشي توسعها شويه. فعندك جهه من النص حاول تنقص الجي وجهه من النص تحاول تركب الجي لحديث ما توصل وزنه لحديث ما توصل وزنه الصحيح. ما هي لو السامبلينج نويز نتاعك قليل ما هي معناها هي نقول التاثير نتاعها يكون اقل. لو النويز نتاعك يكون عالي التاثير جاهية يكون اقوى ما هي كويس. هي شنو يقولوا لها؟ ما هي هنا قال لك this allows estimating the aleatoric uncertainty ما هي تو بنتكلموا على الانسرتينتيز هذه مش موجوده في السلايدات اللي بيكتب بالنسبه للانسرتينتيز في نوعين Thank you.
هذه شركة صارت تعتمد على الأجهزة اللي تقيس بها. فهنا لو واحد يبي ينقص الاليتور يكون سالفة دي شن لازم يدير ماهين قد بتر بالنسبة لليتور كنسل لا تو عندنا القدرة إن يسوق بره هذه بريدكتبل يعني شنو تقدر تو إحنا عندنا لوس فانكشن نقدروا نطلعوا اليتور كنسل فنجول إبسيمتريك بس هذه شنو هذه الانسرتي في الجهات اللي ما عندناش فيها داتا يعني لو مثلا عندنا سامبلينج جهه هي فاضيه وعندنا عندنا سامبلينج الجهه هي اللي بين اللي ما عندناش فيها بيانات كيف ممكن يقدرها؟ هذا هو السؤال يعني لو النيورال نتوركس اعطوها مثلا في اعطوها في التست اعطوها في التست في التست اعطوها نقطة حاجة بعيدة عن التريننج بتاعك هل المفروض النيورال نتورك شنو تقول لا يعني الجهات 18 هذه نفس طبعا هي قاعدين مش حالين المشكله يعني في محاولات في محاولات اللي تنشر دي فلان يبغوا يحاولوا يقدروا ابستماتيك انسرتنتي لكن قاعدين يعني مش حابين المشكله يعني شيء النيو نتورك كيف تعطيه حاجه برا الثاني تعمل ما تقولش لا لا سمحت ما فيش اعتقد مجربين انت تشات جي بي تي تسال كيف ممكن نقص منها الانسرتنتي هذه نوسع المكان اللي ناخذ منه السامبلز واضح الفرق بين الزوز بين ارسنت الزوز اوكي هنا اعطيك مثال ما هي لكن مثال مش في ال اوكي مثال مش في الريجريشن الكلاسيفيكيشن هنا شنو في موجود هنا المطلوب انه ياخذ صوره ما هي المفروض يدير سيمانتيك سيجمنتيشن شنو هي سيمانتيك سيجمنتيشن كل بيكسل وسط الصورة لازم يحدد شو النوع هل هي طريق هل هي سيارة هل هي شجرة هل هي حوش هل هي نادم وهكذا هذا المطلوب كويس احنا شنو داروا
يبغوا يحاولوا يديروا بريدكشن دي الياتوريك انسيرتي. يعني شنو النتورك تقول لك راهو انا الجهه هذه شجره لك راهو مش متاكد راه مش متاكد انا طبعا ما استعملوش نفس الديستريبيوشن هنا استعمل ديستريبيوشن ثانيه اي هنا هناك كلاسيفيكيشن مش ريجريشن استعملوا ديستريبيوشن ثانية ديرشلت ديستريبيوشن خلينا نوريها لكم على الأقل شنو شكلها هنا يقول عندك ثلاثة كلاسز على سبيل المثال ما هي عندك كلاس مثلا مثلا في الصورة مثلا طريق حوش وسيارة ما هي لو هو زي ما تقول مش متأكد بكل شن تبدأ تبدأ واسعة كلها ما هي لو ولا واحدة منهم ولا يعتقد انهم بالتساوي يبدأ متأكد انه هو خليط بيناتهم في العادة ما تجيش هكي لو جت هكي هو حاجة بين حاجتين هي متأكد 100% انه مش هي ما هي لكن هو وبالنسبة له هي يبدأ شبه متأكد انه هو حاجة معينة وهنا بيدير ايدنتيفيكيشن شنو بين ثلاثة بين ثلاثة كلاسز واحنا في الريجريشن الديستريبيوشن بتاعنا شنو؟ احنا قلنا جاوسيان بلاس في الكلاسيفيكيشن شنو الديستريبيوشن استعملنا؟ استعملوا فيها ما هي؟ لأن هنا هو المثال هو يتكلم عن الريجريشن بعدين المثال اللي حطه شنو؟ كلاسيفيكيشن فحبيت نقول لكم يعني هم شنو داروا هنا في في الورقة يعني مستعملوش الجاوسيان والأبلاس ما تستعمل واحدة ثانية طبعاً الديستريبيوشن هي معقدة أكثر في وسطها بارامترز أكثر واحدة هم يخلوا النيو نتورك تتوقع كل البارامترز تمام فتشبحوا الجهات اللي ما تصلحش في وسط البريدكشن اشبحوا حتى جهة هي يعني النتيجة متاعها مش منيحة هلبة لكن في نفس الوقت قال لك رواني مش متأكد فهذه حاجة كويسة لكن الجهة هي تلاحظوا ان هي حالتها كويسة وهنا شني متأكد متأكد منها على فكرة يعني مع انها هي حاجة مهمة لكن قليل الاستعمال يعني دواء مش هلبة يديروا تريننج بالطريقة هي يعني اغلب الطرق قيمة وخلاص ما يطلعوش أسنت اعتقد في اتجاه توا ماشي ان يتوقع الانسرتينتي مع البريدكشن بتاع الميديكال فيلد المفروض فيه انسرتينتي في الميديكال فيلد يستعملوا فيه بالضبط الميديكال فيلد لازم خصوصا الابستيماتيك يعني جات حاجه بعيده ممكن مش بحتاجها نزيدوا نصعب شوية باه كويس شن الديستريبيوشنز اللي درناهم توا درنا جاوسيان ولابلاس ولابلاس مع الانسرتينتي نتاعها هاي كويس مرات انت تبي دير ميكستشر نتاع دنسيتيز ما هي مرات بعض المشاكل انت ظابط مثلا ان يا هذه يا هذه ما هي زي في الحالة هنا فدير خليط بين زوز مثلا هنا في المثال زوز لابلاس فهنا قال لك سميشن من واحد الى ام تو هنا الام قداش في الرسمة قداش عندنا ديستريبيوشن في الرسمة زوز بالضبط واحد ام بعد تالي
باي تعتمد على الويتس متاعنا باي اوف ام. شنو هي باي؟ باي اللي هي زي ما نقول نسبة هي ولا نسبة هي، ما هي رقم بين الصفر والواحد، لكن شرط ان مجموع البايات كلهم يساوي واحد. يعني لو باي صفر يساوي 0.4، باي واحد شو نساوي؟ 0.6. بعدين هذه نفسها نتاع ال نفسها نتاع لابلاس نتاع اهي كويس. هل ممكن تكون قاسية؟ ممكن تكون قاسية. شنو هي؟ ايه لان زي ما نقول التكامل نتاع المعادلة هي كلها شنو من ناقص من النهاية واحد. فقاوسين لو درتهم مثلا 0.5 قاوسين 0.5 قاوسين واحد التكامل تاعها واحد. فهو غير المثال هنا جت لابلاس. ما هي فنيورال نتورك متاعنا هي ما هي قداش تطلع في متغير لو احنا اثنين الام تاعنا اثنين نيورال نتورك متاعنا قداش تطلع في متغير؟ أربعة. ترى شكون تاني؟ واحد. لا مش واحد. تعطي في ناتجين لكن مازال في عندك جي دبليو. قداش في جي؟ في زوز جي، واحدة للأول وواحدة الثانية، وعندك الباي الأولى والثانية. معنا قداش متغير؟ ستة متغيرة. حسبت الـ FJ. يعني بتحسب حتى الباي. ماهي كويس. فالنيورال نتورك متاعنا شنو تحسب؟ ستة متغيرات. بقى علاش ممكن يستحقوا حاجة هيك؟ توقع. نعطيكم مثال في شنو يستعملوه. مثلا تبي تتوقع مسافة متاع شيء. أي خلنا نرجع الصورة اللي فاتت. واحدة من المهام المشهورة إنه يعطيك صورة أي ويبيك تتوقع بعد الأشياء في وسط الصورة. قداش بعد؟ أي هل إحنا كبشر نقدر نتوقع البعد متاع الأشياء؟ ممكن. مش بالضبط. هي خبرة في ناس تقدر. بالضبط. في نفس القصة نيورال نتورك. باي. وزبطوها حاجة يقدروها البشر يقدروها نيورال نتورك. كيف تجي في الحاشية متاع البال هو؟ حاشية متاع البال. في احتمال إن تكون في البال. في احتمال تكون في الطريق. والفرق بين الاحتمالين كبير هلبة. ما هي فانت تستحق زوز ديستريبيوشنز، واحده للحاجات القريبه واحده للحاجات البعيده. اهي فهمتوا كيف؟ كويس. هنا يعني لو انت عندك صوره هنا وعندك تبي تضبط الابعاد من هالاشياء، الجول الداله بتاعتنا هي تبدا ماشيه مثلا قول 5 متر و5 متر و5 متر، بعدين ايش جي نقزه هي هلبة في وسط البالة مثلا نقول زوز، بعدين ترجع 5 من جديد. بالنسبة لي أحيانا نقزة طويلة هي صعبة، يعني الدالة فيها كسرة فيها discontinuity. فبدل ما يديروا يعني نيو نتورك صعبة تضبط الدسك، يعني باش يخليها continuous يقول دير دالتين، واحدة تقدر حاجات بعيدة واحدة تقدر حاجات قريبة. كيف يوصل بالو مجرد يقلب من الديستريبيوشن البعيده للثاني، بالتالي كيف تنحي البالو يرجع للبعيده من جديد. بالضبط. يعني غير الباي بس هنا الديستريبيوشن ماشي 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 تمام، يوصل بالو يقلب الباي ثم البالو يرجع. تقدر تزيد حتى اكثر من اثنين. شيل الباي لا مش ثلاثة. ما فيش باي يعني.
يا رد بالكم هنا يستعمل في متغيرات أكثر من مرة يعني. كان تلاحظوا أن السيجما كل مرة مرة سيجموينت مرة مش عارف مرة ستاندرد ديفيشن مرة حاولوا تركزوا زي ما يقول متغيرات في كل سلايد خليهم معنا يعني. فهنا موضح لك هو ضبط فكيف يبدأ البيانات متاعك فيه ممكن نقزات كبيرة تستعمل أكثر من عدد النقزات على عدد النقزات اللي يعني هي continuous هنا لكن فصلها نقزات كويس به توا كيف طلع loss function زي اللي فات بتحاولوا تديروا arg max طبعا هنا في السلايدات مش مديرها لكن حاول يعطيكم الفكرة يعني. ترجعوها للدالة هي وتحطوها وتقسموها هيك عندنا مينيمايزيشن للبايب مينيمايزيشن للجي اف اكس مينيمايزيشن للارت صراحة من الديزولت هلا بالضبط فاللوس فانكشن للدالة زي هذه تبدا مع هنا بنبينوا ان في حاجات زي هيك لكن اللوس فانكشن مش مطلوب منكم طلعوا تكلمنا عن loss functions ما هي نجول الاوتبوت لاير بس الاوتبوت لاير ما فيهاش خدمة هلبة يعني تحاول تخلي الرينج متاعك مساوي للرينج متاع الاوتبوت بتاعنا يعني على سبيل المثال عنا في الكلاسيفيكيشن شو قلنا الناتج متاعنا يكون بين صفر واحد تو بالنسبة لي لو انت بتدير prediction لـ g of w شن الرينج متاعها؟ بالضبط من الصفر لقيمة كبيرة هل تمشي أعداد سالبة؟ لا لا شن الحل باش نضمنه ان هي مطلعش أعداد سالبة؟ نديره في حاجة ربوها في activation function تلوح في السالب ابسولوت ابسولوت ما تمشي ابسولوت بعد في واحدة اسهل استخدمناها الريلو انا شني الاعداد سالبة تصفرها اعداد موجبة تخليها زي ما هي لكن حتى الابسولوت تمشي يعني مش اجابة خاطئة يعني الفرق بين الريلو والابسولوت الابسولوت قاعد عندنا نفس عدد غير دنا ميرور للواحد لكن ريجو ما عادش نشبحه اللي جهه منا ريلو خليني نفت ريلو هيك بالضبط الجهه الموجبه زي ما هي الجهه السالبه صفر اتصال ريكتيفايد لينير يونت هي راوند لا مش راوند كيف تشتغل راوند حتى في السالب راوند مش راوند راوند اوكي راوند ريكتيفايد لينير فبالنسبة للأوتبوت لاير غير تتأكد إن شني المدى اللي تطلع فيه النيورون يكون نفس المدى متاع البيانات متاعك. بالضبط هي تمام نجول للكلاسيفيكيشن باه كلاسيفيكيشن شنو خدينا كلاسيفيكيشن خدينا حاجه واحده كيف يبدو لنا زوز كلاسيس صح صفر يا واحد ما هي طبعا هل الكلاسيفيكيشن بروبلمز ديما حاجتين لا اغلب عندك
على الأغلب أكثر من حاجة. طيب فاحنا تو نبغى نعرف شنو هي اللوس فانكشن اللي نستعملوها مع كيف يبدأ عندنا مالتي كلاس. يعني مثلا يقولك هذه شاحنة ولا عكرية ولا سيارة. أي بالضبط. صمم السيارة. ولا بنادم ولا ودل ولا. عندنا إم لبلاس. إم لبلاس بيم W أس شفلات. ماشي. هنا باش يشرح عاطي مثال نتاع الايمج كلاسيفيكيشن. في داتا ست مشهوره اسمها ام ليست، كل حرف اختصار لحاجه نسيتها. هذه من اشهر الداتا ست في الماشين ليرنينج، غالبا يستعملوا فيها للتدريب، يعني قاعده تستعمل اللي تبغى، يعني حتى احنا في الاسايمنت نتاعنا نستعملها ان شاء الله. باهي كويس. شن الهدف؟ شن الهدف؟ باهي عندنا رسمة زي هذه فاصلة صفر واحد، طبعا هو ملصقهم في بعض هو مفصلة. يعطيك رسمات زي هذا، ما هي شو المفروض؟ المفروض النيورال نتورك تزبط شنو هو الرقم المكتوب. ما هي كويس. هنا قداش عندنا كلاس؟ 10 10 كلاس. هذا في المانيا قال له 9. تمام. شو اسمه الريزوليوشن نتاع الصورة هي 28 في 28، باهي كويس. وفاصلة 60,000 عينة نتاع ترينينغ، باهي 60,000 طريقة لكتابة رقم 3 يعني. لا قسم قسم على 10 يعني قداش؟ 6,000 طريقة. يعني كل رقم مكتوب 6,000 مرة. كل رقم مكتوب 6,000 مرة. يا اخي بالعكس 7,000 لأن في تست. في 10,000 تست. باهي سبعة ستة خمسة كويس. هنا شنو بيقول لك؟ باهي طبعا كيف تقول هنا انت 28 في 28، وكل بيكسل طبعا هذه جري زي نقول باينري ايمج يقولونها، يعني 15 ار جي بي 15 الالوان الثلاثه، كل بيكسل يا اما ابيض يا اسود. بالضبط هذه يقولها باينري ايمج. 28 في 28 قداش؟ ما خمسة حدا. 306. لا أكثر شوي. 784. شو اسمه؟ في طالب مرة قريته في 2013 اسمه أحمد ربع، كان يسموه فيها الحاسبة. عرفت عند المرض اللي يقدر يحسب مباشرة، كنا نقرأ في 419 يعني فيها حسبة وقص. هذه أفقر مش هاخده. هم يعتبر فيه مرض. فعرفت نجو فصل التيتوريال شن يا أحمد الجماعة بعدها صح. شنو يا أحمد صح. الحق ما شاء الله علينا. فقلت مرات في أحمد تاني هنا في الفصل. أحمد ربعت نور يا أحمد. كويس تمام. هنا اذا نقول لي شنو بيقول في السلايد هذه، كيف يبدا انت عندك 28 في 28 معناها عندك 784 بكسل، كل بكسل فيها صفر واحد، معناها قداش عندك احتمال؟ عدد كبير جدا. باهي كويس. ولو كانت جري سكيل 256 أس 700
84 يعني رقم بالضبط. الصورة واحدة. الصورة واحدة. لا هذه كل احتمالات متاع الصور. فهنا يسأل في سؤال قال لك على 60,000 صورة كافية أصلا؟ يعني أنت عندك ولا جزء كل بسيط من الاحتمالات؟ شبه لا شيء من الاحتمالات هذا. بالضبط شبه لا شيء من الاحتمالات. قال لك الفكرة أن الصور اللي ناخده فيهم في قاعدة بيانات قراب من بعضهم هلبة باهي، لدرجة أن زي ما نقول ممكن تعتبرهم زي ما نقول 10 أبعاد بس، اللي في حالتنا إحنا 10 صور 10 كلاسس. فحتى لو كان عندك عدد قليل من العينات مش مشكلة باهي. المشكلة وين أن كيف تعطيه رسمة زي هذه مشوشة حيقول لك رقم. بالضبط. اللي ما زال مش قادرينها انك كيف تعطيه رسمة زي هذه مشوشة شو يقول لك؟ هذه مشوشة. هذا هو اللي بيستمر. بالضبط. مش. مثلا ديرو اكسكلود مثلا لو هو قريب لنسبة معينة من قاعدة بياناتك اعطي اجابة، لو هو بعيد عن قاعدة بيانات قول ما نعرفش. هذه النبوه كان حليتها درت فيها معلومه. هذه الفكره مرات شفتها هوكي يقول انا متاكد ان هذه 5 6 7 في نفس الوقت. بالضبط. اذا كم بزنس عادي فيهم احنا ما نعرفش الصاير الداخل يعني. بالضبط. تمام كويس. فهنا في واحد حاول يدير دراسه للصور الطبيعيه، قال لك الصور الطبيعيه موجوده في بعد صغير يعني، والنويز كله موجود في بعد ثاني، يعني نبدا بدراسة باهلة بس به. يعني كل الصور ممكن تكون حاجة معطية بس بكسل او جات وجاي في البلين هذيك. جاي في البلين هذيك والحاجات الثانية كلها. كويس نرجع للوس فانكشن ثاني. كويس. تو احنا بدينا بالبرنولي ديستريبيوشن، قلنا برنولي ديستريبيوشن اللي هي عندنا زوز كلاسات والمعادله نتاعها ميو واي واحد ناقص ميو واحد ناقص واي. ما هي لو كانت الواي بصفر ما هي تبدا الاحتمال نتاعنا واحد ناقص ميو، لو كانت الواي نتاعنا واحد يبدا الاحتمال نتاعنا ميو ميو. يعني الميو عبارة عن probability متاع الكلاس بواحد. بعدين لو ندرنا في المحاضرة خششنا الدالة هي وطلعنا شني binary cross entropy loss واستعملناه في logistic regression. والoutput layer شن درنا لها باش نضمن انه يكون بين صفر وواحد؟ درنا لها سيجمال. بالضبط. اوكي توا نبو نكبر الشرق شوية نمشي لي أكثر من كلاس. يبدأ categorical distribution. ما هي categorical distribution؟ تكتب هكذا. ما هي مثال ديستريبيوشن هي نديروها. ما عندك الكلاس الاول داش 1 2 صح، الكلاس الثاني 1 1 الكلاس الثالث 1 5 كويس. تمام كل شيء اس واي سي دولار. شنو هي الواي سي هذه؟ عندك منتج هدايا منتج واي يقولوا له 1 هوت فيكتور، يعني شنو؟ واحدة من القيم تاع واحد والباقيات صفر صفر. يعني لو تبي احتمال
بتاع الصفر شو بدي اجيب فيكتور واي يقول واحد صفر 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 تحطه هنا شنو يطلع لك هدوما كلهم صفر 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 يمشوا شنو واحد 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 مضروبه فيه لو تبي احتمال الثاني صفر واحد صفر صفر واحد واحد فلو تبي احتمال الاول دينا هنا واحد باقي اصفار تبي احتمال الثاني هذه واحد باقي اصفار واحد لا وتو لما بندخله بس تبين إنه مش هيقول لنا يا واحد اللي بيجرين طلعنا تكون 50% شيء واحد 20% شيء اثنين مثلا 10% شيء ثلاثة ما بالضبط تو خلي نشوفوا كيف نديروها ما هي كويس فهني على سبيل المثال لو أنت عندك داتا ست تبي تضبط هالسطور اللي عندك مثلا كانت لقوصة فار ولا فيه ما هي النتورك متاعك مفروض تطلع وان هوت فيكتور لو كان كلب مفروض تطلع لك واحد صفر 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 لو كان بلتوس مفروض تطلع لك صفر واحد جديد لو كان فارغ صفر صفر واحد صفر لو كان فيل صفر 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 واحد واضحة لتمام هذا شن مفروض يطلع شنية ترانسبوزر ما هو فيكتور بالطول ما هو فيكتور بالطول نجون توا نطلعوا loss function ما ناخذوا الديستريبيوشن تاعنا نحطوها مكان الموديل عندك اللوج تحاول الضرب الى جمع والاس ينزل لوج طيب فيبدا اللوس تاعنا عباره عن واي اي سي اللي هو العنصر بتاع هذا مضروبه في اللوج الفانكشن في جهه اكس اي اللي هو التوقع طيب هذا يقولوا لك كروس انتروبي لوس ما هي هذا اللوس نتاعنا فضلت حاجة ما هي نبو نضمنه ما هي إن الدالة متاعنا اطلع لنا valid categorical distribution يعني شني الأرقام اللي اطلعها النتورك لازم يكون مجموعها واحد ما هي أوكي. لازم تكون الأرقام كلها بين الصفر والواحد بتاع الكلاسز ولازم مجموعها كلهم شني يساوي واحد يعني تو لازم تحكموا في الاوتبوت نتاعنا لو درنا سيجمويد هل نقدر نضمن الشرطين هما ولا لا لو درنا سيجمويد نقدر نضمن الشرط الاول الشرط الاول انه مش حيفوت انه مش حيفوت هو الصفر الواحد لكن الشرط الثاني جمع لا جمع لا ما هي في الحاله هي ما هي شنو الحل نستعملوا السوفت ماكس فانكشن شنو هي السوفت ماكس النتورك بتاعك يطلع اكس 1 2 3 4 5 لحديث السي ما هي الجي بي اكس الاكسبوننشال بتاع العنصر هذاك على مجموع الاكسبوننشالز كل ما هي هذه لو تجي تحسبها رياضيا تطلع لك يعني واحد يطلع لك مجموعهم واحد تبي واحد يقعد مثل الحوش يجرب ما يمشي تنحسب اليد اصلا شنو تنحسب اليد يعني تنحسب اليد حسيت بما تلعب لا تنحسب اليد اتو اتو في جدول تو تشبه ان هي تنحسب اليد مش قضيه في امتحان تم تنحسب اليد ولا لا عندك على حاسبه في امتحان تمام اوكي اوكي نرجع للوس فانكشن تاعنا اللوس فانكشن شوف فصلها فصلها لوج الداله اكس اي وعندك هي شنو تطلع اكسبوننشال للاكس عليه مجموع الاكسبوننشالز كلهم فشنو تولي سكور نفسها ناقص لوج تاع
اكسبوننشال ثانيات كل ما هي فهنا شن قال لك؟ قال لك في ال... انت تبي دير ماكسمايزيشن اللي هي فقال لك الفيرست تيرم يحاول يخلي السكور نتاع الكلاس الصحيح يزيد هو الترم هو بالنسبه لي السكند تيرم اللي هو هذا يحاول يدير مينيمايزيشن لكل سكورز الخاطئه باهي بالنسبه للسكند تيرم هو باهي اللي هو مجموع الاكسبوننشال نتاع السكورز نتاع الكلاسات الثانيه كلها باهي قال كيف تجي رياضيا تحسبها تلقى ان اللوج نتاع السم اكسبوننشال نتاع كل الكلاسات الثانيه تقريبا يساوي الماكسيموم نتاع الثانيات كلها باهي فهو في الواقع شن يدير يزيد في الكلاس الصحيح وينقص في اكثر وحده خاطئه باهي هنا يعطيك مثال عددي ما هي لو هنا يطلع لك سكورز ما هي بعتالي درت لهم السوفت ماكس هذه هي شبه مشت صفر خطر واطية شبه صفر وهي كبرة هلمة ما هي والمجموعة متاعهم هنا مية مية ولا واحد ما هي فهنا شن قال لك قال لك لو تحسب اللوج من ك واحد ل سي اكسبوننشال اس كي تلقى 4.6 اللي هو تقريبا الماكسيمم اللي هي تقريبا الماكسيمم بالضبط فهنا قال لك لو كان الكلاس الصحيح 2 قال لك اللوس حيكون 1 - 4.6 اللي هو -3 ولو كان كلاس الصحيح 3 حيكون 4 - 4.6 اللي هو تقريبا 0 خلينا نرجعونها وانا اشوف انا نبدأ هي بالضبط كويس هذه المطلوبة تو هنا هنا عندك الليبلز نتاع بكري وهنا يعطيك سكورز نتاع نتورك وهنا تحسب السوفت ماكس نتاعهم لا هنا تلاحظوا شنو 3 - 1 - 1 معناها شنو الثلاثة أعلى واحدة ما هي كان ندير السوفت ماكس تحسبها تطلع لك هذه 0.85 12 0.2 0.2 تحسب اللوس تلقى 0.16 لو كيف تحسب اللوس تاخذ هو تدير له اللوج نتاعي يعني يطلع لك ناقص اللوج نتاعي يطلع لك 0.16 في الحالة الثانية باهي في زوز كلاسات زي بعضهم واحد صح واحد خطأ باهي لأنك تدير سوفت ماكس لاحظوا 85 هنا شبه قسمت فكيف دير لوس هنا لوس يكون اعلى لوس هو يحاول ينقص هي يحاول يزيد هي جينا هي مش متاكد بكل دير سوفت ماكس طلعت 25 25 25 25 هنا اللوس اعلى جي الاخيره هذه خاطئه 0.01 تلقى النص نتاعها عالية عالية جدا لو تحسب المتوسط نتاعهم ودير باك بروجيشن أما هي أكثر واحدة تتعدل أعلى واحدة أعلى واحدة بدير لوك للكلاس الصح لأن الثانيات شنو بيكون نصفات الثانيات كلها بدير واحد في لوك 85 زائد 0 في درجة هنا زائد 0 في درجة هنا زائد 0 أهي
هذه القصة متاع المالتي كلاس. ما يصلش أنا يعطيك واحد صفر صفر صفر. شنية؟ ما يصلش أنا يعطيك سوفت ماكس واحد صفر صفر صفر. واحد صفر صفر صفر. يعني لو هما يكونوا واطيات هلا. زي جرب على الروايات إلى مثلا ناقص بدل نص واحد إلى ناقص واحد. شوف قداش تزيد النسبة بتاعها. ما في حد عنده سؤال؟ في آخر حاجة. ما ممكن نحسبه هي نحسبه هي كيف مشت من هنا لهنا؟ نأخذ من هنا حاسبة. فالبرودكتد هذا هو حسابه غلط. شنية؟ ايه هذه طلعت النيو نتورك. هاي طلعت النيو نتورك. بعدين بشوش على اللوس فانكشن. اللوس فانكشن. احسب المقام لله ثاني. احسب المقام لداش مقام. هو كواحد على المقام هو يطلع بوينت او اربعة. شنو؟ قيمته كاملة قيمته كواحد على زيرو بوين زيرو أربعة. المقام قيمته 23.5. قيمة ما توقيع بس واحد مضروب في هدايا. طلع بوينت 85 واحد زيرو. تو وين تنحسب؟ لكن وين مكان حصلوا منه مجموعة مسائل نتمنوا عليها؟ لكن هنا مش سدات. هنا مش سدات واحد مش يجرب بيها. مش سدات مش كافيات. مش واحد يدير امتحان رياضي. والكتابات تنشوف. خلينا حتى الكتابات ما في مشكلة. ركزوا على الكود سكتر. خلاص نوقف هنا ان شاء الله. المحاضرة الجايه ناخذوا على الاكتيفيشن فانكشنز، لان احنا ايش نصممنا توا؟ صممنا اللوس فانكشنز والاوتبوت لاير. توا نصممه من هذا اللاير. شو عندنا في التصميم في هذا اللاير؟ الاكتيفيشن فانكشنز. هذه اكثر حاجه. اخر فقره نديروا تعديلات في الانبوت اللي هي بري بروسيسنج. لا إله إلا الله.